اهلا وسهلا بحضراتكم، برحب بضيفي العالم الكبير والمفكر الدكتور احمد عكاشة، استاذ الطب النفسي، وان كان زي ما قلت لحضراتكم المساله اكبر كتير من الطب النفسي. اهلا وسهلا دكتور. شكرا دكتور. عيادتك ايه اللي اختلف فيها في الشهور الاخيره؟ شكل المرضى ونوع المرض. يعني كثير جدا او غالبيه المرضى بيتكلموا على المشكله الوطنيه واحساسهم بعدم وجود الامل واليأس والعجز والاحباط اكثر ما بيتكلموا على مشاكلهم الخاصه، وده شيء يعني يحمد ان هذه الثوره خلت الوعي السياسي للمصري حاجه يعني ما كانش واحد يتصورها ابدا. يعني الناس بتفطر وتتغدى وتتعشى وبتحلم سياسه، يعني ما فيش قاعده تقعدها حضرتك مع الاسره او مع الصدقاء الا هتتكلموا في السياسه. بطلوا الناس يتكلموا على الادب، على الفن، على الشعر، على الموسيقى، على الكوره، على الكوره. ايه ده؟ بس ما حدش بيشتغل. ازاي نفهم التناقض ده برضه؟ لا هو مش تناقض، يعني مش تناقض، هو ان المصري لاول مره من الاف السنين، مش 30 سنه، حس ان هو له قيمه وكرامه، بس يعني فلتت منه شويه واصبحت فوضى. يعني هي ما بقتش كده، ولكن واضح قوي ان اللي بيحصل اليومين دولت بيدي نوع. انا قريت النهارده في جورنال حاجه من اجمل ما يمكن، ان الدوله المفاصل بتاعتها مفككه. يعني مفوته في كل حاجه. انا ما بقولش ان هي بسبب الحكم الحالي، هو امتداد. لكن الحكم الحالي حتى النهارده مكتوب في جرايد الدكتور الكتاتني بيقول بقى كفايه خلافات سياسيه ونتحاور مع بعض، لان يعني الوضع ما يستحملش اي خلافات. يعني اخيرا ابتدى التيار الاسلامي يعرف انه لن يستطيع ان هو يحكم بدون توافق. بس التانيين بتوع جبهة الانقاذ برضو في موقف غريب جدا، بقى انت تعمل العملة وتيجي يقول اعمل حوار، طب اجري الحوار قبل ما تعمل العملة. لكن انا متهيألي لازم نتناسى ذلك، لا يمكن هنقدر ان احنا ندي ابتسامة للمصري، لا يمكن هندي ابتسامة للمصري الا اذا حصل نوع من انواع التوافق، وان الضلال اللي عايشين فيه التيار الاسلامي ان هم الاغلبية، ان ده ضلال، اعتقاد خاطئ. غير صحيح، ولكن هم مؤمنين به انه ده لازم يختفي عندهم، والا يعني النجاح هيكون مش في صفهم. ولكن اذا قدروا ان هم يتجاوزوا ذاتهم، وكذلك بتوع جبهة الانقاذ يتجاوزوا ذاتهم ويتعاونوا للبناء، يعني مش معقول سنتين بنهدم سنتين. حضرتك قلت لي على قوتين محتاجين تحليل نفسي، بس قبل ما اروح لهم عايزين قراءه نفسيه بالفعل، لان هم نتاج مشكلات نفسيه متراكمه، وحد فجأة لقى نفسه في سلطة وحكم بعد إما زنزانة وإما خواء سياسي. لكن قبل ما أروح لده مش هقدر أخرج من الواقع اللي احنا عايشينه. رائحة الموت في كل مكان، في إحساس بالموت قريب مننا كلنا، وأنا ماشي على الطريق حاسس بالموت ومتأهب إن في حد ممكن يطلع لا يسرقني لا يقتلني، وأنا في بيتي متوقع هذا، وأنا راكب قطر متوقع هذا، وأنا معدي مزلقان متوقع هذا، وبعدين بلاقي عشرات بيموتوا وبنتكلم عنهم وخبر، وتاني يوم تطلع البرامج وهتقلب غنى وهنقلب كلام تاني وحواديت ودستور وانتخابات. رائحة الموت في وطن مريض مثل مصر، ممكن تعمل ايه في الحالة النفسية؟ لا هو طبعا يعني من كتر الأحزان ومن كتر المآسي ومن كتر الإحباط ومن كتر يعني اللي احنا بنشوفه اللي بيحصل في مصر، الحظ السيء، الإهمال، مش من دلوقتي، يعني هو تكرار للعملية، إن الحكم أو الناس القائمين بالحكم إلى الآن يعني المأساة والمعاناة بتاعت المصري مش واخدة الأولوية عندهم، واخدة الأولوية إزاي يسكنوا الناس في الوظائف معينة. لكن المشكلة المواطن العادي مش دي الأولوية، ده مدي إحساس غريب جداً. وبعدين زي ما احنا بنقول ان الواحد لما بيتعرض لصدمة او عدة صدمات بيجي له حاجة اسمها يعني اضطراب الكرب التالي للصدمة.
نعم. ده مرض اسمه بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر، بيجي في المعتقلين وبيجي في المساجين وبيجي في الحروب، وبيجي الواحد لما يشوف زلزال، لما يجي واحد يشوف حرائق، لما يجي كلما انت شفت حاجات كتيره جدا تخليك ان عواطفك تهيج جدا، بيحصل بعد كده هذا الاضطراب اللي هو بيبقى فيه نوع من انواع التبلد، اللامبالاه، محاوله نسيان ذلك باخذ حبوب، باخذ حاجات، وانت شايف ان عدد حبوب مدانا رايح له والحشيش زاد جدا، ده حتى الناس ابتدت تشرب سجاير اكتر كمان. صحيح، كل دي علامه ان الناس دولت ابتدوا. وبعدين انت بتقرا ان كل واحد بيموت كل يوم 10 20 30، اصبحت بتقراها كده زي بقيه الاخبار. يعني انا اخشى ان احنا تبلدنا عاطفيا. الاول لما كان يحصل 3 4 يموتوا كان بنبكي ونحزن ونعمل، ولكن في تبلد حصل في مشاعر المصريين من كتر الصدمات اللي بتجيلهم، وده هو طبعا، وبيحاولوا يهربوا منه ساعات بالنكته ساعات بالادويه. حتى النكته ما عادتش قوي زي الاول. النكته بقت انا قلت لحضرتك اخر نكته سمعتها امتى حاجه صعوبه، هتقول لي في تويتايه بيجي لنا اس ام اس والنكت كلها عباره عن تريقه على الموقف الحالي السياسي. نعم. لكن النكت اللي دمها خفيف بتاع زمان اللي هي مواقف عاديه ده دي مش موجوده خالص. نعم. وحتى انت بتقرا بتاع ممكن تبتسم ابتسامه كده، لكن مش الابتسامه اللي هي الابتسامه صدقه. نعم. اللي هي الابتسامه يعني ابتسامه مراره، الضحك والابتسامه ده بعدي. نعم. لكن بص في وش الناس ما تلاقيش ده موجود. ولكن ايه السبب في كده؟ انا يعني انا ليه راي مختلف شويه عن بقيه الناس. الناس يقول لك الاقتصاد وحش، السياحه وحشه، الناس ما بتشتغلش، الناس كل الحاجات ديت موجودة. ولكن أنا أؤكد لك إن هذا السبب إن مفيش أمن اللي أنت قلتها دلوقتي. أمال أنا سائح إزاي هاجي والبلد دهيت بيخطفوا الناس منها وبيسرقوا عربيات؟ إزاي أجي في بلد يعني القضاء فيها لا يستطيع أن يقوم بعمله وبيحصروا المحكمة الدستورية؟ يعني حضرتك سمعت إن أسبانيا قالت مش هسلم حسين سالم، دي بلد الناس فيها حصروا المحكمة الدستورية العليا، ازاي انا ابعته القضاء بالشكل ده؟ يعني الناس ابتدت يختل الثقة بتاعتهم. ازاي ان هم يبعتوا الناس او الاقتصاد، ازاي مستثمر هيجي وهو شايف ان اي حد بياخد حقه بنفسه؟ مفيش قانون، مفيش دولة، مفيش امن. نعم. واحنا عندنا في علم النفس او الطب النفسي انك انت لا تنتمي للبلد أو لدين إذا ما كانش عندك أمن. لا تنتمي لبلد، لا تنتمي. الانتماء يجي بعد أولا إن هذه الدولة تعطيك أكل وشرب وطعام ودفء ومسكن، بعد كده أمن، بعد كده أنتمي. في هرب كده، مش هنتمي الأول عشان أعمل ده. لا 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 لا. ما تقدرش، لن تنتمي إلى حد إلا لنفسك، وده اللي حصل دلوقتي. يعني حتى الجماعة الإسلامية أو التيار الإسلامي لا ينتمي لمصر، ينتمي للجماعة. نعم. وبعدين يؤسفني ان كتير جدا من جبهة الانقاذ بينتبوا للاحزاب بتاعتهم. انا عاوز ان الكل ننتمي لمصر، ده مش هيجي اللي كان في امن، مش هيجي اللي كان في امن. احنا بنتكلم الامن على انه ده كل يوم يا راجل، كل يوم يا خيري، كل يوم الاقي ان ضابط قتل، ضابط شرطة وبيتكتب في الصفحة الخامسة او الستة، لما يجي بلطجي كتف الصفحه الاولى. الناس دولت بيعملوا مجهود غير طبيعي ويقتلوا وما حدش بيسأل، وبلا ثمن. نعم. بلا ثمن. نعم. لان هم حاسين ان اللي انا بخدمه ده ما ينتميش لمصر. طب ازاي الامن هيجي؟ ما هو الحرام اللي بيطلع لان ما توفرتلوش بيئه يمكن علاجه فيها او استثماره او تشغيله. الفقير، في ناس كتير قررت انها تسرق عشان تعيش. ان ما كانش في اقتصاد واعد انا شايفه وعارف ان هقدر استحمل بعشر قروش معايا علشان اعدي، او المجتمع له دور، هيفضل الامن صعب في مواجهة مجتمع منفلت. مفيش بلد قامت بثورة وجابت نتائج في خلال سنة سنتين. نعم. ولكن للأسف الشديد اللي كانوا قائمين على الحكم ادوا توقعات للشارع المصري اكتر من المفروض، وافتكروا ان مع قيام الثورة دهيت هيبقى كل شيء موجود وكل حاجه في رفاهيه ورخاء. محدش قام وقال لهم احنا هنقعد 3 4 سنين، مش هتزيد معياتكم الا بعد سنتين، مش هناكل غير كذا كلنا مع بعض عشان نقدر نبني. انت احنا كنا دلوقتي نبني لان احنا بنحب بلدنا،
احنا هنشتغل احنا هنعمل، لكن مفيش اي حاجة، محدش عنده الجرأة ان يقول كده. اذا كانت الثورة مسكتها من الاول كان قال لهم احنا متنازلين عن كل حاجة، الشباب اذا كانوا مسكوا الثورة كان لازم يعملوا كده. لان يعني ايه ثورة؟ يعني اللي يقوم بيها بيغيروا كل النظم، مفيش حاجة اتغيرت خالص. النظام الموجود دلوقتي امتداد الابداع، حتى التيار بتاع نفس الطريق، نفس الطريق بالظبط. طيب وبعدين عقدة الزنزانة دي مشكلة برضو، ما ده لسه هروح لها يعني، خلي الملف ده. لكن انا متوقف قدام قراءة في المجتمع نفسه اللي حضرتك اشرت اليها، بس عايز ادخلها بالتفصيل، لان بتشغلني فكرة الاسرة امام مجتمع متفكك من الخارج، امام حالة انهيار نفسي بدءا من الاب ووصولا الى الطفل مع دخول مصطلحات وبيئة مختلفة. بقى عند الابن اللي بياخد ترامادول، اللي بياخد مخدرات، اللي بيسرق، اللي بيطلع يقطع الطريق ويرجع لابوه، راجل بيصلي وممكن يصلي معاه، بدأ نسبة الانحراف تزيد، بدأ نسبة الانتحار تزيد، بدأت نسبة الإلحاد تزيد في مجتمع متدين. ما الذي يحدث في التركيبة الدماغية اللي تخلي بنت من أسرة متوسطة محترمة تسقط عندها الأشياء فتنحرف؟ ده ليه علاقة بالانتماء، اللي يخلي ابن ما كانش بياخد حبوب هلوسة فيروح ياخد حبوب او يشرب مخدرات. ايه اللي حصل وازاي نلحق؟ ازاي انا كأب الحق اولادي او احصنهم، وان كنت انا محتاج حصانة، محتاج اللي يحصنني يعني. هو طبعا في عندنا معادلة كده، فقر بطالة يؤدي لعنف، مخدرات جريمة. نعم. فالعملية المعادلة دي متوفرة في المجتمع المصري في الوقت الحالي. لكن عشان كده انا قلت لك الامن، ان الامن بيقدر ان هو يعني في اي بلد في العالم في حاجة اسمها شخصية سايكوباتية، اللي هي شخصية مستهينة بالمجتمع، مستهينة بالتقاليد، مستهينة بالاعراف، ممكن عشان لذتهم الخاصة يعملوا اي شيء، لا يتحملوا اي مسؤولية، وعادة بيكون مكانهم السجون، لان هم دول اللي بيقترفوا جريمة، بيقترفوا الجريمة. دول طلعوا من السجن موجودين بره. في معظم بلاد العالم دول هيبة الدولة وهيبة الشرطة مسكنهم، دول انت طلعتهم وبيقودوا ناس اللي هم عندهم بطالة زي ما حضرتك قلت للرزق، للرزق. انا في واحد اعرفه اتخطف ويعني وطلبوا مبلغ كبير جدا، وقالوا احنا مش ضدك ولا حاجة، احنا نحكي لك الاسرة بتاعتنا ايه الموقف بتاعنا وتحب تتغدى ايه وتحب تعشى ايه، وقعدوا خطفينه في احد المحافظات يعني، وقعد يتكلم معاهم وبتاع، قعد بتاع، وكانوا طالبين مش عارف مليون ولا حاجه. المهم رسيوا على، قالوا مش هقدر اديكم، قالوا له اي حاجه بس انت شايف انه صعبوا عليه يعني في الاخر. قالوا زودهم كمان شويه بعد ما وافقوا على مبلغ قليل جدا، وعملوا معامله طيبه جدا، قالوا احنا عاوزين ناكل ونشرب، احنا كلنا في بطاله. امتى بقى البطاله دي ما توصلش للعنف؟ اذا كان في امن، اذا كان اي واحد يخطئ لازم القانون يتحدد ويتنفذ. القانون ما بيتنفذش. طيب بس حضرتك ساعه ما بيتنفذ، او النهارده لسه امبارح قريتها في الجرايد حضرتك، اما دخلوا السجن وخرجوا هربوا المساجين وسجنوا ما اعرفش الضباط الامن ولا اي حاجه اللي موجود في السجن، يعني ما تصل لهذا الحد ان هم يحصروا القضاء والمحاكم وبعدين يخشوا السجون ويطلعوا الناس، مفيش دوله يبقى مفككه فعلا. طيب حضرتك وديتني للدوله وانا في مأساة مع الدوله دلوقتي، يعني احنا عندنا مشكله والدوله عليها حاجات كتير قوي، لكن ستظل المشكله انا كأب كربان سفينه صغيره مركب عايز احافظ عليها وسط التيارات العاتيه اللي ما فيهاش امن وما فيهاش اقتصاد وفيها حظ سيء وفيها فقر وفيها حلم مجهد لسه ما اكتملش، انا هعمل ايه مع اولادي؟ هطلع فاصل وارجع اسمع حضرتك.